مرحبا بكم في قناة سوزان للطبخ والحلويات والشوبين والمشتريات وجولات في المحلات الأمريكانية. أو لو عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب ولايك وشير. السلام عليكم. احنا النهارده هنوريكم الهدوم او البيجامات بتاعت كريسماس النازله. انا عارفه كريسماس لسه فاضل عليه شهرين، بس هم منزلين حاجات بدري السنه دي، او يعتبر فاضل عليه اكتر من شهرين، فاضل شهرين وشويه. فدي الاشكال، في دوت اللي هو الاحمر اللي عامل زي الكراهات، كنت هقول انا نسيت اسمه بس لا انا افتكرت كروهات، ومكتوب ان هو بتاع ستات عشان في ناس ما بتعرفش الفرق ما بين الستات والرجالي عشان بيبقوا مقربين لبعض. حاطينه ب37، وفي منه الكروهات بس اللي هو الابيض اللون دوت، برضو لون حلو، ابيض في احمر في اخضر، في منه شكله حلو حلوين. وحاطين اللي هو اللي يمشي مع العيلة اللي هو كلكم تبقوا لابسين زيه بعد، اهو دوت الاطفال، والرجل عليها الحبوب ديت عشان الاطفال متقعش. فديت اهو الشكل بتاع الاطفال، وده بتاع الام والاب، يبقوا لابسين نفس الهدوم، هما التلاتة يبقوا لابسين زي بعض. او لو عندكم اكتر من طفل، مش اكتر من طفل، اكتر من عيل يعني، تلبسوهم كلهم سوا، يعني اكتر من تلاتة، مش يبقى انت والام والاب والطفل. فدوت بتاع الام اهو، ده الشكل زي انتم شايفين، مكتوب عليه family PJs. وده بتاع الاب، دوت مكتوب عليه اهو من عشان تعرفوا الفرق. والتاني مكتوب عليه ومن، دوت اهو الراجل يبقى لابس فانلة سودا ونفس البنطلون، الست تبقى لابسة البنطلون والفانلة نفس الشكل. وفي اللون اللي هو الاحمر دوت مكتوب عليه ميرسي، دوت للرجالة، دوت ابيض في احمر الكم ابيض وهي بيضة، ازي هي حمراء، وبعد كده مرسوم اشكال التلج على البنطلون. وبتاعت الست برضو هي اهي نفسها، هي ومن سو الست والراجل زي بعض. وخلينا ندور على بتاع الاطفال بتاع دوت، افتكر هو ده مكتوب عليه هابي holidays، ومرسوم عليه كلب وشكله كيوت دوت للبنات، ديت جلابية للبنات شكلها حلوة، استنى اوريها لكم قدام كده شكلها حلو قوي، اهي جلابية حمراء شكلها كيوت جدا عجباني قوي. وخلينا نشوف الطقم التاني، في الطقم دوت بتاع الرجالة مرسوم عليه سانتا وهو في المصيف، اهو بتاع ستات افتكر هو برضو، بس البنطلون هو اللي يختلف، البنطلون لونه كحلي بتاع الرجالة، اه لا هو البنطلون برضو كحلي نفس الشكل. وافتكر هما دول التلاتة الموجودين، هما دول التلاتة اللي انا شايفاهم. ودوت خلينا نشوف بتاع الأطفال يبقى شكله ايه، هو ده التالت بتاع الأطفال، مرسوم عليه نفس الكلب برضو وسانتا كلاوز، برضو شكله كيوت اوي عاجبني. ودوت برضو هو اللي هو الكروهات دوت اللي انا بوريهولكوا بتاع الأطفال اهو، برضو خليني اوريكوا بتاع الأطفال اهو، ده مكتوب عليه كيدز اهو بتاع الاطفال، بس اللي هم الكبار اللي هم مثلا عندهم 19 سنين، ده بتاع الاطفال اهو، وبتاع الكبار نورتها لكم. وفي منه من الابيض كمان اهو، ده الابيض بتاع الاطفال اهو، مكتوب عليه كيدز برضو. و دي برضو بتاعت الاطفال المكتوب عليها ميرسي، زي التانية المكتوب عليها ميرسي بتاعت الكبار اهي، هي نفس الاشكال عشان تبقوا انتوا التلاتة او العيلة كلها، مش لازم تلاتة عشان في ناس مخلفة اكتر، تبقوا لابسين زي بعض. وديت بتاعت الجلابية، اخت الجلابية اللي انا ورتهالكوا، بس دي بقى الفانلة والبنطلون اهي، مكتوب عليها هابي holidays برضو، هي ومعها البنطلون مقربة برضو لديت، دي لو انتوا عندكم اطفال اصغر اللي هي الحتة الواحدة اللي هي دي، عندكم اطفال صغيرة او اصغر، ودي للاطفال الاكبر. وفي دي برضو اهي، ديت اللي هي الحتة الواحدة اللي عاملة زي السنوبتة اهي، للرجالة مرسومة اهي عليها، وفي منها اشكال تانية شكلهم حلو قوي، دي برضو بتاعت الرجالة، بس افتكر تنفع رجالة وستات، تنفع الاتنين، دي ب$40. و
افتكر هما دول النوعين الموجودين من السلوبيتا بتاعت الرجالة او بتاعت العيلة، يعني هيجيبوا لابسين زي بعض. خلينا نشوف، يا هما دول الشكلين اهم من بعيد. وفي كمان هنا اهو ديت فالينا بكم، عاملة زي القميص، بتقفليها بالزراير. هو بنطلون ده بتاع ستات، ودوت ب$60 اهو الشكل. البنطلون نفس اللون برضو، وفي الاحمر دوت احمر، والبنطلون بتاعه الشكل دوت اللي هو الشكل ديت. وفي الاخضر، والبنطلون بتاعه هو برضو هو بس دوت فيه اخضر بدل احمر، ودول ب$60. فيهم برضو كل الاحجام وكل المقاسات وكده. دي الاشكال بتاعتهم اهي. في دول كمان اهم، خليني ابعد شويه عشان تشوفهم من بعيد على بعض. في الابيض والاحمر، الابيض اهو شركه دي كي ان واي، فمرسوم مكتوب عليه دي كي ان واي، ومرسوم عليه النجوم، ونفسها هي في البنطلون. خلينا نشوف اسعارها كام. السعر $75. وفي دوت دي كي ان واي برضو، فمكتوب عليه دي كي ان واي واحمر. وديت اللي عامله زي القميص اللي بتتقفل بالزراير اللي كنت بقولكوا عليها، هي اهي ديت. ودي بكام؟ دي برضو ب$75. وفي برضو اشكال تاني منها من ورا اهي، خلينا نوريكم من ورا اهي. كلهم دي كي ان واي، فدي برضو مكتوب لها دي كي ان واي. وفي خلينا نشوف ديت مرسوم عليها التاكسي، ومكتوب عليها دي كي ان واي بدل كلمة تاكسي من فوق، هي نفس الشكل برضو. وفي دوت على شكل الاسد، شكله حلو برضو، عاجبني اللون. افتكر الناس الكبيرة في السن بتحب الحاجات اللي شكل الاسد. وفي اللي هو نفس الشكل بتاع النجمة، بزود اسود على ابيض، وتاني كان ابيض على اسود، فدوت برضه شكله حلو. والبنطلون عليه حتة بتبرق من فوق اهي، اللي هو الاستيك، مكتوب عليه دي كان واي، وبيبرق عليه الذهبي، وشكله حلو برضو، عاجبني جدا. وهنا هو بقى عندهم الهدوم بتاعة النوم، بس برضو بتاعة الشتاء، دوت معمول من القماش اللي هو اسمه ايه، انا بنسى الاسم ايه، هو اللي هو العامل زي الفلفت، انا في اسمه بالانجليزي اسمه فلفت، انا بنسى اسمه بالعربي، بس اكيد انتوا فاهمين قصدي. معمول منه وشكله حلو، عليه الحتة ديت عليها ورد، ونفس الشكل بتاع الحزام اهو. والهدوم نفسها هي برضو القميص او الفلينة والشورت، هي فلينة اهي محملات، ومعها الشورت، بيتباعوا طقم سوا، بس الروب لوحده، يعني الروب لوحده بس الفلينة والشورت سوا، تشتروا كل واحد لوحده. وطقم اسمه ايه دوت القماش قطيفة، يس انا نسيت الكلمة، معمول من القطيفة اهو زي انتم شايفين. في دوت بقى معمول من شيفون او ساتان، دوت من الهول بي اللي انا بقول لكم عليه، دوت ما فيهوش فالينا ولا بنطلون، بس ده برضو روب، فدوت ما يعتبرش شتوي قوي، بس هو برضو اشكال شكلها حلو. وطلع ان في هدوم هنا انا ما وريتهاش ليكم، في الشكل دوت برضو اهو، دوت مقلم ابيض في جراي، لونه حلو، ب$70. التانيين كانوا ب$50، اللي هم دول الثلاثه اللي انا وريتهم لكم، دول كانوا ب$60، دوت ب$70، شكلهم حلو برضو. وفي الاخضر دوت اخضر على ابيض، وعليه نجوم ونقط كده، شكله حلو برضو. وفوق هنا في البنفسجي كمان، الخامة بتاعته حلوة قوي وناعمة وجميلة، عجباني جدا. في البنفسجي دوت ومرسوم عليه ورد او نجمة كده، ب$70 برضو، نفس السعر. فالتلات اشكال دي شكلها حلوة جدا. وعندهم البيجامات ديت برضو اهي، هنا ديت برضو شتوي، حلوة قوي، مرسوم عليها ورد كتير، وفيها جيب هنا اهو زي انتم شايفين. وديت ب$70، شكلها حلو قوي برضو. وفي منها اشكال كتير، في منها البامبا دوت، بامبا ومرسوم عليها الحاجات البيضة ديت اللي عاملة زي الورد برضو، خليني اوريها لكم، ده شكلها اهو، بس دوت اللي عاملة زي القميص اللي بتتفتح بالزراير. وفي اشكال من ورا كمان، في منها الابيض دوت، ابيض وعليها ورد كده اهو، شكلها حلو برضو.
وفي ديت افتكر ديت اللي كانت متطبقة هناك على الترابيزة اللي هي ديت، افتكر نفس الشكل بالنسبة لي، بس ممكن اكون انا غلطانة، بس اهي ده شكلها وهي مفتوحة، اهي شكلها حلو. وفي منها رواب هناك، في منها اهي مقفولة، وفي مقلوب منها بالجيم نفس الشكل. وفي دوت اهو الشكل ده شكله حلو برضو، عاجبني بصراحة كل حاجة بتعجبني. وفي دول اتقل شوية بقى، دول عاملين زي بروفر البلوفر، يا هي حتى عاملين نفس الشكل البلوفر اهو، هنا اهو ب70 دولار برضو. واهو البنطلون عليه قلوبات. وفي دوت شكله اتقل واتقل كمان، دوت عامل زي الدفاية، هي تبقى زي الفرو كده، شكلها حلو. في منها برضو اشكال من ورا، في دوت مرسومة ليه كلاب او حيوانات، يا هي كلاب. والبنطلون نفس يا أصلا. الشكل، ودوت عامل زي النمر، خلينا نطلع واحد ونجيبه. دوت اهو عامل زي النمر، ودوت كمان برضو عامل زي الفرو او زي الدفاية، شكله حلو جدا عجبني، ب70 دولار برضو. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب، ما تنسوش تشغلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد، و قولولنا انهي واحدة احلى واحدة بيهم في الكومنتات، ونشوفكم في الفيديو الجاي. باي.